في هذه اللحظات أيها الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوطة السابعة في المجموعة الشوطة الرابع لفئته البكار من مسافة 3 كيلومترات لسباق الأصايل الأسبوعي لفئة اللقاية اللي في أول المراكز عدو شعار بن خديع هذه اشتياق أو هذه شعار الجاوري بن صالح الجاوري مع على ظهر اشتياق. اما اللي في ثاني المراكز عاد الشاهيني للسيد علي بن متعب ال فيدان مع الشاهينيه في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي واصل هذه الزعامه للسيد حمد بن مريط الهاجري مع الشاهينيه او مع الزعامه في ثالث المراكز. الرابع المراكز اللي واصله هذه زاهيه للسيد جبر بن شنسان النعيمي مع زاهيه في مع زاهية في رابع المراكز. أما اللي في خامس المراكز اللي في خامس المراكز هذه رقم 7 الذيبة للسيد دلبج بن صالح بالعرج المري مع الذيبة في خامس المراكز. اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات كما تشاهدون على شاشة التلفزيون هذه اللي واصلة هذه اللي منطلقة هذه الشاهينية للسيد علي بن متعب ألف هيدان مع الشاهينية في هذه اللحظات في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذه زعامة للسيد حمد بن مريط الهاجري مع الزعامة في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه اشتياق للسيد الجهوري بن صالح الجهوري مع اشتياق في هذه اللحظات في ثالث المراكز. ولكن الشاهينية حتى هذه اللحظات للسيد علي بن متعب علي فيدان في أول المراكز مسيطرة في هذه اللحظات هذه الشاهينية للسيد علي بن متعب آلي فيدان. أما اللي في ثاني المراكز هذه الزعامة للسيد حمد بن مريط الهاجري مع حمد بن مريط الفهيدة الهاجري مع الزعامة في ثاني المراكز. أما اللي في ثالث المراكز هذه اشتياق للسيد الجهوري بن صالح الجهوري واللي واصلة في رابع المراكز هذه زاهية للسيد جبر بن شمسان النعيمي مع زاهية في رابع المراكز. خامس المراكز نجدة للسيد حمد بن خليفة بن خليفة العطية مع نجدة في هذه اللحظات في خامس المراكز. لكن بن فيدان حتى هذه اللحظات هذه الشاهينية مسيطرة سيطرة تامة الشاهينية للسيد علي بن متعب علي فيدان مع الشاهينية في أول المراكز وبدون أي أوامر حتى هذه اللحظات كما تشاهدونها على شاشة التلفزيون اللي مسيطرة سيطرة تامة الشاهينية للسيد علي بن متعب آل فيدان في أول المراكز مع الشاهينية. أما اللي في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز هذه الزعامة للسيد حمد بن مريط الهاجري في هذه اللحظات في ثاني المراكز. أما اللي في رابع ثالث المراكز اللي وصل هذه نجدة للسيد حمد بن خليفة بن خليفة العاطية في هذه اللحظات في ثالث المراكز. روح مع اللي في اول المراكز ومسيطره بدون اي اوامر حتى هذه اللحظات هذه الشاهينيه للسيد علي بن متعب آل فيدان مع الشاهينيه مسيطر سيطره تامه والعصا في البطان ما زالت بدون اي اوامر هذه الشاهينيه للسيد علي بن متعب آل فيدان كما تشاهدون على شاشه التلفزيون. اما اللي في ثاني المراكز هذه الزعامه للسيد حمد بن مريط الهاجري ولكن الشاهينيه الشاهينية للسيد علي بن متعب ألف هيدان مسيطرة سيطرة تامة. أما من الجانب الأيمن تحاول أن تتسلل لانتزاع المركز الأول هذه الزعامة للسيد حمد بن مريط الهاجري ولكن الشاهينية مصر الشاهينية على انتزاع المركز الأول. نقول تهانينا والناموس للسيد حمد بن متعب ألف هيدان في ثاني المراكز هذه الزعامة للسيد بيدعو ملكية الزعامة للسيد حمد بن مريط الهاجري وفي ثالث المراكز اللي وصلت نجدة للسيد حمد بن خليفة بن خليفة العطية. نقول تهانينا والناموس للإخوة الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 41 ثانية و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.